افرحوا يا بناتي يلا وهيدوا. عارفين الاغنيه دي؟ جميله طبعا يا هبه، انت عارفه الاغنيه دي طبعا. اكيد من احلى الاغاني بتاعت رمضان كلنا بنحبها طبعا جداً. اكيد هبه منورانا النهارده وهتعلمنا بقى، وعايزه كمان كل اصحابنا اللي في البيوت بقى يركزوا معايا جدا، لانها هتعلمنا نعمل زينه رمضان احنا نعملها بايدينا في البيت، صح كده؟ بالظبط. طيب قولي لنا بقى هنعمل ايه ومحتاجين ايه؟ هنعمل بقى زينه كده صغنونه على قدنا طبعا بمساعده ماما وبابا، عشان هنستخدم بقى حاجات مسدس الشمع والمسدس الشمع، فاكيد لازم بابا وماما هما اللي يبقوا معانا. بالظبط كده. فهنعمل بقى فانوس رمضان. الله. بوجي. بوجي مين يعرفه؟ عارفين بوجي؟ بوجي ده صح بجد؟ طيب كويس. وبكر. عارفين بكر؟ ابو كف رقيق وصغير صغير صح يا بنتوخي، برافو عليك. فنان محترم صح. طيب انت عامله هنا اشكال، خلينا بقى نتفرج يا هبه برضو. يعني مثلا بصوا الجمال، انا عاجبني جدا. يعني مثلا ده ممكن يعمله فعلا في البيت. بصوا لذيذ ازاي. انا النهارده اصلا انا حاسه ان انا شخصيا لابسه زينه رمضان. انت عارفه ان انا اللي عامله التيشيرت ده بجد؟ اه. وانا اللي طالبه بقى وحوي وحوي وحلو يا حلو. جميل جدا. طيب انا عايزه اعرف بقى الحاجات الحلوه دي ازاي نقدر نعملها؟ يلا عرفينا بقى علشان في اسرع وقت ممكن، علشان ايه نلحق نعرف صحابنا. تمام يلا اتفضلي. بصوا مبدئيا كده احنا بيبقى معانا طبعا ماما وبابا هيساعدونا، فيبقى معانا مثلا ايه باترون كده للحاجات نشتغل عليه. ده مثلا هلال ماشي، هيبقى عندنا مثلا قماشه كده زي دي. لا يعني عرفينا برده الحاجات دي بتتجاب من المكتبه ولا اه؟ ده قماش، القماش اسمه الجوخ، ده نقدر نشتريه من اي مكتبه. الجوخ. اه ماشي تمام. نشتريه من اي مكتبه تمام. وبنجيب بقى اي بقى صوره احنا عايزينها، اي حاجه ممكن لو بنعرف نرسم بايدينا او ماما تساعدنا تمام. نرسمها يعني دي رسمة الهلال، وجبنا القماش نحطها عليه ونقصه بقى. بالظبط كده. نمسكه بقى بالدبابيس مثلا عشان نقدر نقصه مظبوط. هنستخدم المقص طبعا مع ماما وبابا، ونقص طبعا الشكل ده، نطلع بقى شكل الهلال مثلا اهو، هيبقى كده. اه يبقى ده الشكل. نقص. وبعدين بقى نعمل ازاي بقى عشان نعلقه؟ نقص بقى. معانا بقى الحاجات التانية انا محضراها برضو. لما نضيعش وقت بالظبط. بس عشان كمان عايزين نبقى عارفين ده نعمله ازاي في البيت. اهو الفانوس يعني مثلا ده، احنا فهمنا نعمل الشكل ازاي، هنعلقه ازاي بقى. اهو دي مثلا التعليق انا برضو عملتها جاهزه، التعليقه الصغنونه دي بنحطها هنا كده بالمسدس بنلزقها. يعني بنجيب شريطه، ما انا عايزه بس نفهمها. شريطه ساتان. شريطه ساتان او اي شريطه ماشي. اي شريطه. اه وده ايه؟ دي برضو قماش. اه او ممكن نلزق الشريطه على طول على يعني. اه مفيش مشكله. خلاص يبقى نلزق الشريطه دي في ايا كان بقى الرسمه اللي عملناها، فانوس بقى او هلال او كده، ويتعلق كده بمنتهى. وهنحط برضو ممكن نعمل حاجات كتير قوي بالموضوع ده. وكلمه رمضان كريم برضو نقدر نحطها على الهلال. حلوه قوي. ونزين بقى بنجوم بقى وحاجات صغنونه، والشريط الصغنطوطه ديت الفتله دي هنعلق بيها الفانوس بقى من نازل من الهلال. يعني الشكل كده مثلا احنا قلنا عن البكار مثلا هيبقى كده في الاخر لو استخدمنا مثلا شكل بكار. انت عاملاه حلو قوي. حلوه قوي فعلا. ورمضان كريم بقى ايه فتله دي ولا خيط سناره ولا ايه؟ لا فتله. فتله. فتله او بص شريطه هي بنتوخي. تحفه. وده بوجي. اهو ماسك فانوس. طيب انا محتاجه برضو حاجه منهم، يعني على الاقل الفانوس مثلا نشوف ده بيتعمل ازاي بقى بالظبط. يعني الفانوس ده بيبدا من ايه؟ من الرسمه ازاي؟ ما هو يعني مثلا ده اهو الفانوس، ده مثلا شكل فانوس تمام اهو زي ده. المفروض الاول مثلا ورقه رسمناه بايدينا تمام. كل واحد بقى يرسم الفانوس اللي هو نفسه فيه او اللي هو شكله عاجبه تمام. جبناه مثلا من على النت صوره او شفنا حاجه عجبتنا فهنرسمها، او الفانوس بتاعنا نرسم حاجه شبهه كده. بالظبط كده. هنتخيل بقى كل واحد يتخيل هو نفسه الفانوس شكل بتاعه يبقى شكله ايه تمام. وهيرسمه على ورقه مثلا، وبعدين يقصها على القماش. ويقصها على القماش، يعملها بالدبوس برده بمساعده ماما على القماش كده، ونقص الشكل وهيبقى معانا الفانوس. نستخدم بقى اي حاجه بقى نزوق بيها. انا مثلا هنا حطيت نجوم. نحط مثلا شكل الشمع. اوكي يعني هو كل الحاجات دي يا اولاد احنا الاول اللي بنرسمها، وبعدين بنعملها على القماشه اللي اسمها الجوخ. بالظبط. وكلها بتجاب من المكتبه تمام. وبعد كده بنعمل العلقه بتاعته اي شكل بقى احنا عايزينه، مش شرط شكل معين. بس طبعا رمضان يبقى فانوس، هلال، نجوم، الحاجات، وطبعا الشخصيات بتاعت. بس دي بتهيألي صعبه قوي، يعني انت عاملاها بالقماش، انت راسمه بالقماش هنا. بصوا طمطم، عارفين طمطم؟ بنرسم باترون ونشتغل عليه بقى. حلوه قوي. هذه مرحله متقدمه شويه موضوع الباترون ده. لكن مثلا نقدر نعمل حاجه شبه كده، شبه الهلال ده تهيألي نقدر نعمله صح؟ ده سهل مش كده؟ ايوه صح. والفوانيس هتبقى لطيفه جدا. طب احنا نقدر نجرب معاهم ايه دلوقتي؟
نجرب فيه عندنا بقى اسهل حاجه، اسهل حاجه ممكن نجربها دلوقتي. ماشي، وانا هجرب انا برده مع البنات هنا الناحيه دي. اوكي، ممكن تجربي مثلا بكر. مين هيعرف يا اولاد؟ هلال هيقطع الهلال. طب بنات كده نشوف ممكن نعملهم ازاي. هاي احنا قلنا ايه هننزل؟ ماشي، بصي خليه يجيب لك دلوقتي الفرن التعليقه بتاعتها. لا معايا جوا رمضان عندي مصري حاجه تانيه والسر في التفاصيل. بعدين هنحط هنا مثلا كلمة، يعني أنا قلت هعمل موسيقى تصويرية كده. بلاش أحسن، خليه في جيبك وماما في كل حتة بنتمشى. أنا هو جاب لي فوانيس وزينة في الشارع والله الأجانب. طب مش حافظ حاجة من حاجات زمان يا بندوخي؟ أيوة. أنا محفظها لك. ايوه، يعني مثلا اهو جه يا ولاد تاتو يا ولاد، اهو جه يا ولاد حيسوا يا ولاد في كل عام وياد معاك وعمره ما بيخلقش معاك. حد فيكم حافظ اي حاجه من الحاجات دي؟ قولوا يلا. اهو جه يا ولاد، اهو جه يا ولاد، اهو جه يا ولاد. طب ما انتوا حافظينه. طب حافظين حلو يا حلو؟ لا مش حافظ. وحوي يا وحوي قوليها يا فري. يبنى الفواني احمر واخضر وكمان وحوي. ايوه وحوي يا وحوي. قولوا ايوه قولي يلا. اهو ده كده شكله وكمان وحوي. احنا عملنا شطري. ايوه شعبان بيروح. بصوا الحاجات الحلوه اللي عملوها هنا الوانها تحفه. انا خدتها خلاص. كل سنه وانت طيبه. طب انا خدت دي يا مروه، وممكن تعملي رئيس تحرير والنبي واحده عشان هي والخضر المخرج. بقول لك ايه، اعملي لكل الناس. كله موجود. حلوه قوي صح؟ بس الوانها فظيعه. انا يا جماعه مش معقول مع التيشيرت بتاعي الموضوع قلب. تحفه. حلوه قوي قوي قوي. طب بصي معلش انا عايزاك تعملي واحده يا بعض البنات برضو، يعني تبقى واحده هنا ايه على الترابيزه وواحده على الترابيزه. لا هنعملها هنا بالمسدس هنا وبعدين نوديها هنا. اوكي. طبعا انا عايزه اقول لك ان المسدس الشمعي ده لازم لازم طبعا يبقى معانا حد كبير يا اولاد ارجوكم، دي حاجه مهمه جدا. اكيد، لانه اصلا يعني مش امن برضو يعني قوي. تعمليها مع بوجي دي ولا مع ايه؟ اه بوجي بقى. شكلهم لطيف جدا. حط كلمة بقى رمضان كريم كده. رمضان كريم. ايه نحط بقى شوية نجوم بقى كده. ايه نوع الشكوى يا بوجي؟ اه بطني بتوجعني يا طمطم. ليه كانت بطني بتوجعه ليه يا بندوخي فاكر؟ اه عشان كان بيرورم. بياكل اي حاجة في اي حاجة. واللقمة الزايدة حرام، وكمان ترميسة حرام. حرمتي يا بوجي. اخر حاجه بقى هنعلق بوجي. نقصر الفتله شويه عشان ايه. يا سلام بوجي وطمطم دول والله ما كانش فيه زيهم. كانوا نقعد نتفرج عليهم بجد يعني. كانوا بيمسكوا والله انا نفسي كل الاطفال دلوقتي يشوفوا الحاجات الحلوه اللي احنا كنا بنشوفها واحنا صغيرين دي. بوجي وطمطم والفوازير يا خبر، دي كانت تحفه. وايه دي بوجي؟ حاجات حلوه قوي. الله بصوا دي بقى عشان خضر مخرجنا العزيز بوجي. شوف كده ايه رايك؟ موافق؟ وبنتخ لازم نعمل له حاجه طبعا. اه طبعا. حلوين قوي قوي. تسلم ايدك. تسلم ايدك يا بابا والله. ربنا يخليكي. بوجي وطمطم وبكار وكل الحاجات المهمه دي اللي شكلت طفولتنا وحببتنا اكتر في رمضان واحنا اطفال. اه طبعا. يعني كان هو ده المعنى بالنسبه لنا بقى، الحاجات المبهجه الحلوه قوي دي. ويا رب كمان الاطفال دلوقتي برضو بكار. اه والله يا بنتوخ. معنى انه من قلبه روحه مصري والنيل جواه بيسري. تعالي بقى احنا